العالم كله احتفل مؤخرا باليوم العالمي لذوي الهمم اللي قدروا يتحدوا الإعاقة ويحققوا المستحيل علشان يثبتوا لأنفسهم قبل الآخرين إنهم قادرون ويستطيعون وعندهم المواهب المختلفة اللي تخلي كل واحد منهم نجم في مجاله. النهاردة معايا في واحد من الناس ثلاث نماذج بضرب لهم تعظيم سلام، لأن قصة التحدي اللي عندهم تجبرك على احترامهم وتقديرهم. النموذج الأول واحد أنا بعتبره زميل عزيز، واحد من كبار المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، وهو أول مذيع هوى في العالم من ذوي الهمم، الإعلامي الكبير والزميل العزيز الأستاذ رضا عبد السلام من مواليد كفر الشيخ، والحقيقة رجل يعني له مكانة عظيمة جدا. النموذج الثاني اللي موجود معايا النهاردة هي الأستاذة الدكتورة رشا أرنست من محافظة أسيوط، هي عضو هيئة تدريس كلية آداب جامعة القاهرة. والنموذج الثالث هي الأستاذة رباب أبو الديار من مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وبتعمل مدرسة للتعليم الابتدائي وكمان أساس حضانة للأطفال، ومبادرة بعنوان مصر بدون إعاقة. شريك أساسي في كل أركان الحياة، فلا ذنب لهم أنهم ولدوا هكذا، فلديهم من القدرات الكثير، فقط تحتاج لمن يطلقها من ذواتهم. رضا عبد السلام 30 عاماً أمتعنا فيها بصوته الممتلئ بالوقار عبر موجات أثير إذاعة القرآن الكريم. قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل قطوف من السيرة، مساجد لها تاريخ، سيرة ومسيرة. منذ مولده عانى من ضمور الذراعين، وعانى أيضاً من متاعب كثر خلال مسيرة عمله، لكن إعاقته لم تعيقه أبداً من التربع بقوة على كرسي كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم. الدكتورة رشا أرنست امرأة مصرية صعيدية الدم، إرادتها الفولاذية كانت دافعاً لها لتنظر للحياة من زاوية مضيئة، لتكبر أحلامها وتتوسع لتشمل المجتمع كله. فأكملت مشوارها وهي مؤمنة بأن التقدم في الحياة لا يحتاج إلى أقدام، إنما يحتاج لطاقة من الحب وإيمان بالوجود. رباب أبو الديار نموذج آخر للصمود، لديها قدرة على تحدي التحدي، إذ أسست مبادرة توعوية بعنوان مصر بدون إعاقة، ليثبت ذوي الهمم أن همتهم قد تفوق الأصحاء وتقهر كل عجز. الحقيقة معايا ثلاث نماذج رائعة جدا، لكن أنا يعني استأذنت صديقي وزميلي أستاذ رضا عبد السلام في بداية الفقرة إن هو هذه الفقرة أنا حدير معاه الحوار، وبعدين هترك له المجال يشاركني في إدارة الحوار، لأن هو شرف كبير ليا الحقيقة. بعيدا عن أي شيء، إن رضا عبد السلام اللي كلنا عارفين صوته وكلنا يعني عايشين معاه ليل نهار في إذاعة القرآن الكريم يكون نجم وضيف عزيز، مش ممكن أن ألاقي الفرصة دي وما خلوش يقدم معايا. يشرفني دكتور. برحب بحضرتك وبحضرتك وبحضرتك، وانا سعيد جدا جدا وابدا معاك استاذ رضا، وبعدين اترك لك المايكروفون بقى تدير الحوار مع الاستاذه كيفما تريد. ان شاء الله. لحظه ولادتك كان دعاء الوالد، يا رب انت اللي خلقته وانت اللي كفيل بيه بعد ما جيت للدنيا ومصاب بضمور في دراعك. شايف ازاي ثمرت الدعاء ده دلوقتي؟ يعني كأني يعني عاد بي زمان إلى هذه اللحظة، يعني عندما كانت الدنيا يعني قاتمة وصعبة، ويذهب إلى ربنا سبحانه وتعالى ويسجد لله سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي أنت الذي خلقتهم وأنت الذي تستطيع أن يعني أن تجعل له سبل الحياة، يعني فيشاء ربنا سبحانه وتعالى إن هذا الولد يخط خطا في الحياة
بتوفيق الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل حياته، في كل مرحلة دكتور عمرو في حياتي أجد هذا الدعاء كأنه يلازمني، سواء فيما يتعلق بالطفولة أو التعليم أو العمل. في كل هذه هناك عقبة كؤود صعبة شديدة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يفتح من عنده الأبواب وتنطلق، ينطلق رضا عبد السلام. أكيد الفترة دي والمراحل دي كلها فيها حكايات كتيرة تخلينا لو نبدأ من الطفولة مثلا، إزاي تعلمت تكتب بالرغم من ظروفك الصعبة؟ حكاية الكتابة دي يعني لها قصة يعني قصيرة كده، إن أنا بدأت برجلي. يعني هو كان من البداية وأنا بدور على طريقة للحياة. فأنا دايما إيه يعني شايف، كان لي أخين قبلي وبيتعلموا وبنقعد على الطبلية، وموجود في كتاب بقى كتاب نقوش على الحجر اللي هو سيرات الذاتية، بنقعد على الطبلية وشوفهم بيعملوا ايه، فأنا يعني عايز أعمل اللي بيعملوه يعني. فجت حكاية الكتابة دي، فمسكت القلم برجلي، فشجعني والدي إن أنا أكتب برجلي، فكتبت برجلي ودخلت المدرسة. قالوا لا ده ما يقبلش وللأسف يعني، وكان في قرار بعدم دخول المعاقين، وده تأكدت منه وكتبته في الكتاب. دلوقتي الحمد لله الأمور بقت دلوقتي أرحب، والدكتورة رشا هتدينا فكرة كبيرة عن الموضوع. لكن اللي أنا بقول عليه إنه كان في قرار بعدم دخول المعاقين، فأصر الوالد وراح لوكيل وزارة وقال له أنا بدون تعليم كأنه مات، فحطيني على مكتب الراجل وكتبت الرضا عبد السلام حسن مدرسة كفر الشيخ إبراهيم محافظة المنوفية. فالراجل بهت يقبل مدرسة كفر الشيخ إبراهيم فورا، فدخلت المدرسة. بعد ما دخلت المدرسة كان لابد من وجود طريقة أخرى، لأنه في الفصل مش هينفع أكتب برجلي. فمسكت القلم ببقي، وأنا دايما بقول بكتب، مسكت القلم بأسناني، يعني هذا الإصرار وهذا العزم. فمسكت القلم بأسناني وكتبت. كان الأول صعب جدا جدا جدا، خلال سنتين كنت من أحسن الخطوط في المدرسة، كانوا بيختارونا عشان نكتب قوائم الشرف يعني. ومشي الموضوع، اتنقلت بقى الإعدادية، جبت بقى 90% في ابتدائي، واتنقلت إعدادية. في الإعدادية بقى العملية توسعت، سبت القرية ورحت المدينة اللي هي أوست، وتعددت بقى اللقاءات، وكان لقائي بإبراهيم عيسى هذا الصديق العزيز القديم يعني. وبمجموعة دكتور هشام عبد الرحمن، مجموعة يعني هي دفعة 83 دي من أعظم الدفعات في أوستنا يعني. وتعددت بقى، جيت في ثانوية عامة طلعت الثاني على المركز والعاشر على المحافظة. دخلت حقوق وتقدمت في حقوق، ما كانش في دماغي موضوع الإذاعة إطلاقا يعني، لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى. وده هذا دار بيني وبين نفسي. طب ازاي قبلت في الإذاعة، ولحظة وقوفك قدام الميكروفون الإذاعة كأول مرة كمذيع في إذاعة القرآن الكريم؟ هو الإذاعة الأول لما رحت للأستاذ فهمي عمر هذا العملاق الكبير يعني، قال لي انت جاي تشتغل ايه؟ قلت له جاي اشتغل مذيع، عيل صغير والامور يعني ما، قال لي مذيع؟ قلت له والله انا عندي يعني لغتي كويسه وحفظ القران ومعلوماتي كويسه وكذا وكذا. فالمهم يعني قعدت احارب لمده سنتين لغايه ما وقفت قدام اذاعه القران، وانطلق شعار اذاعه القران. كان سنه 90 88 90 وحوالي 30 سنه، وأنا أقدم برامج في جميع المجالات، سواء برامج جماهيرية أو برامج حوارية، أو وده ما حضرتك قلت في الأول أول مذيع للهواء في العالم بهذا الشكل لله الحمد يعني. أتحكم في كل مفردات الاستوديو، الصوت يشوفوا ناس كتير قوي لما يشوفوا الشكل مين ده يعني، يبقى فيه شيء من الغرابة شوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في فترة جديدة من فتراتنا، تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى الثانية من ظهيرة هذا اليوم. يسعد بصحبتكم طوال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية محمد لطفي، ومن أسرة المذيعين رضا عبد السلام، وهذا أول برامجنا لهذه الفترة. انا طبعا انا يعني مش عايز اعطل حضرتك، ربنا يخليك،
انا سعيد بوجودي النهارده معاك. الله يخليك، انا اللي سعيد والله. يعني انا عارف انت احنا على الهوا ربنا يخليك. لكن انا الحقيقه قلت لازم انقل التجربه الجميله بتاعتك يا استاذ رضا، وانت يعني من الاعلاميين المصريين في اذاعه القران الكريم اللي يعني يعتبروا من الاعلاميين اللي هم اصحاب فعلا رحله كفاح قويه جدا. الله يخليك. انت كمان حصلت على لقب افضل مذيع على مستوى الاذاعه في مسابقه اذاعيون ومبدعون. بالظبط. يعني انت وصلت الى مكانه كبيره ولك العديد من المؤلفات والكتب. بالظبط. انا عندي مؤلفين، هو كتابي الاولاني نقوش على الحجر، ده سيرتي الذاتيه، وكتابي الثاني علماء ومواقف بين ثوابت الدين وعواصف السياسه، وكتابي الثالث في محل ظهور يعني شهرين ثلاثه ويظهر، اللي هو حوارات مع قاده الفكر والفلسفه والعلم، ده من ضمن البرامج اللي انا عملتها، بالاضافه الراي اللي بحطه في الكتاب. وفي مجموعة قصصية لأول مرة بقى، دي ده خبر جديد خالص، يعني مجموعة قصصية بنتهي منها إن شاء الله، وهتصدر في برضو خلال 5 شهور ما شاء الله. لما جيت ترتبط وتتزوج هل كان في أي مشكلة في الزواج؟ ما شاء الله أنت عندك النهاردة يعني واحدة من أبنائي خريجين كلية الإعلام اللي أنا بقى طالبة عند حضرتك، يعني ده شرف لينا. هي جميلة ومتميزة ما شاء الله. الله يخليك. هو أنا بقول لأي واحد لديه ظروف خاصة أو إعاقة يعني، إنه عليك أن يعني تكون واثقا في نفسك وواثق في إمكانياتك. و طبيعي انا شايف في المجتمع اللي احنا فيه انه ترفض في الاول، لكن عليك ان تقبل نفسك قبل ان ايه يرفضك الناس يعني. ها، وده حصل يعني وبيحصل مع ناس كتير قوي. ليست نهايه الدنيا، وعليك ان تقوم وتثبت ذاتك وكذا. هو كان في مشكله لكن هي تمسكت وانا تمسكت، العروس تمسكت. تمسكت، وكان نتيجه هذا الحمد لله عبد الرحمن طبيب امتياز وافنان رابعه اعلام يشرفني يعني انها تكون تلميذ حضرتك. وانا كمان بتشرف. الله يخليك. تعرف عايز اقول لك حاجه، انا كل ما اشوفك بجد بحس قد ايه انت عندك توازن نفسي رائع، ودايما يبقى نفسي اسالك جبته منين؟ من ابويا الله يرحمه. يعني من ابويا ومن حاجه كمان، يعني من ايه؟ من كثره القراءه في كل حاجه. وانا قريت في علم النفس في بدايه حياتي، يعني قريت للعلامه الكبير عبد الرحمن العيسوي كتابه علم النفس علم وفن، قريت كيف يكون الانسان قادرا على ان يقرا ذاته كويس، يعرف ضعفه فين وقوته فين، ويعني الحاجات دي مهمه جدا جدا، ودي اللي عملت لي الفارق يعني. لكن انا عندي عيب واحد، ودايما ولادي عارفين الموضوع ده، الحده يعني. وكان ابراهيم عيسى دايما يقول لي كده، يقول لي يا رضا انت عاوز الاصنام تكسر الاصنام، تنيك تكسر، كفايه تكسير اصنام، يعني ايه كفايه تبقى تاخد العمليه تحدي في كل حاجه وتحدي الامور اسهل من كده. فانا فعلا بدات يعني فتره من حياتي انه ايه خلاص بقى الامور ما بقتش فيها الحده دي. الحده شويه بقى بتظهر في ايه؟ لما يبقى في مصلحه خاصه بولادي او حاجه زي كده بحد عليهم شويه، هم عارفين كده عشان كده بيغفروا لي هذا يعني. عموما انا النهارده سعيد بوجودك معايا، وسعادتي اكتر ان حضرتك كمان هتشاركني في تقديم الفقره مع الاعزاء اللي منورينا. اسمح لي اترك لك الميكروفون الان تدير الحوار معاهم وانا هشارك معاك يعني. لا ده يشرفني. اتفضل يا فندم، الميكروفون معاك. اتفضل. انا طبعا انا عارف الدكتوره رشا يعني مثال رائع يعني، سواء فيما يتعلق ببدايه، لان هي لم تكن الاعاقه يعني في بدايه، لكن هي بعد ذلك. أنا عايز أعرف منها كيف استطعت في حياتك أن تتخطي العقبات إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. أنا سعيدة جدا أن أنا في البرنامج مع دكتور عمرو، وسعيدة جدا أنه هتشاركنا يعني الحلقة دي، وكنت سعيدة لما عرفت أستاذ رضا يعني طبعا. حد يعني نموذج كلنا حتى بنحتذي به في حياتنا. أنا أصبت بإصابة حادث قطار وأنا عندي 18 سنة. كنت لسه بدرس في الجامعة وتعرضت للحادث، طبعاً ما عنديش خبرة، وكان الكلام ده من 20 سنة يعني، كانت وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وضع يعني لسه في تحديات كتير، ده من ناحية. ومن ناحية تانية إني أنا ما بشوفش كنت أشخاص ذوي إعاقة في طريقي يعني، لا في الجامعة ولا في المدرسة، كنتش يعني عارفة أي حاجة عن القصة دي. فلما حصل الحادثة وقعدت على الكرسي المتحرك
برضو في أسرتي كانت ليها عامل كبير جدا جدا، لأن الأسرة لما بتقبل معاك الوضع ولما تغمرك بالمحبة والتشجيع ده بيعدي نص التحديات. وده فعلا اللي حصل معايا، يعني هما حتى من أول لحظة أنا خرجت فيها من المستشفى لقيتهم مجهزين البيت عندي عشان ما يبقاش فيه أي حواجز تخليني يبقى صعب الحركة بالكرسي المتحرك. وكانت نعمة من عند ربنا إن أنا من أول لحظة قلت إن الكرسي ده رفيق ربنا بعته لي. وفعلا أنا بتعامل معاه لأنه جزء من شخصيتي ومن حياتي اللي حبيتها وتأقلمت معاها، فبتعدي معايا كل التحديات. واجهت طبعا صعوبات كتيرة، بس كنت زي ما تقول إيه عندي إمكانيات شوية في الأسرة في وضعي، فكنت بتجاوز أي حاجز أشوف بديل لي. لكن مع التحديات بتزيد كنت بحس انه طيب ماشي انا قادرة اتجاوز واعدي التحدي ده، بس غيري لا. فبدأت تتكون عندي فكرة انه انا عندي رسالة في الحياة اني اساعد الناس على انهم يتجاوزوا التحديات دي. واحدة واحدة بدأت بقى التفكير برضو يتطور انه لا احنا مش هنتجاوز، احنا هنشيل التحديات هننزلها. كل الحواجز دي احنا عندنا دور كبير ان احنا نشيل الحواجز قدام الناس. وده فعلا اللي انا بديته يعني اطبقه في حياتي، ومنها بديت انه اسعى دايما اني اشتغل فرصة ورا الثانية، ودايما ابقى عندي طموح اني اوصل لشغل افضل. طبعا الشغل كمان التطوعي ده في مسيرة حياتي كون جزء كبير من شخصيتي. فعلا وحضرتك يعني من ضمن الشخصيات دكتور عمرو اللي لها إسهام كبير جدا جدا فيما يتعلق بخدمة ذوي الإعاقة في مجلس إقامة شؤون الإعاقة، وهذا رأيته بنفسي يعني فعلا يعني. وصممت كمان انها تكمل دراسات عليا وجت من أسيوط للقاهرة. ده صحيح، أنا جيت من أسيوط للقاهرة يعني بعد فترة طويلة في أسيوط. طبعا التحديات واحدة في أسيوط للقاهرة، التحديات واحدة، ولكن اللي بيختلف انه يمكن الفرص في القاهره اكبر شويه من اسيوط. انا خلصت ليسانس الاداب في اسيوط قسم لغه فرنسيه، وكان عندي صعوبات كتير ان انا اروح الجامعه لانه مش متاحه بالمره كان في الوقت ده، طبعا قبل ال 2000 يعني لما رجعت كانت سنه 2000. لكن لما جاتني فرصه الشغل في القاهره في المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه في 2013 كمسؤوله اداره الثقافه والتنمية، كان بلي ميكر في المجلس بصراحه يعني. ربنا يخليك. يعني عديت المرحله بقى نقل محافظه تانية وطبيعه تانية وظروف تانية، ومنها بقى بديت انه لا انا عندي كارير علمي كمان لازم اكمله، فالتحقت بدبلوم تنميه ثقافيه جامعه القاهره. اللي حصل ان انا اثناء دراستي في دبلوم تنميه ثقافيه اقترحت مقرر جديد يدخل الدبلومه اثناء دراستي. المقترح هو ادراج ماده مخصصه للتنميه الثقافيه للاشخاص ذوي الاعاقه، لان اللي بيلتحقوا بالدبلومه كلهم تقريبا بيشتغلوا في مجال الثقافه، وجزء منهم كمان بيشتغل في الاعلام، ودور الثقافه والاعلام رئيسي ويمكن يكون جوهري في قضايا التوعيه بقضايا الاعاقه. فلما يكونوا المهنيين دول على توعيه كبيره بانهم يشتغلوا ازاي مع دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في الحياه الثقافيه، فده هيكون مكسب كبير طبعًا للقضيه ومكسب للدبلومه. طبعا كنت عايز اسال حضرتك سؤال، يعني أي الأشخاص اللي يرجع إليهم الفضل في وصول دكتورة رشا في مسيرتها الحياتية؟ يعني بعد نعمة ربنا في حياتي يعني طبعا أسرتي، والدتي ووالدي وإخواتي، أنا عندي أختين يمكن هم أكتر داعم في حياتي، وبعدين يجوا مجموعة من أصدقاء وقفوا معايا وما زالوا من أول لحظة حتى دلوقتي. يعني دول أكتر ناس مؤثرين في حياتي جدا. أنا عايز أقول لحضرتك أنه جميع العباقرة من المعاقين كان لهم ده، يعني ستيفن هوكينج مثلا. ستيفن هوكينج لم يكن ستيفن هوكينج أكبر فيزيائي في العالم إلا بما حوله، وإلا بالكمبيوتر بالكرسي اللي عليه كمبيوتر خاص. صحيح. يستطيع أنه يكتب به بعينه، يعني بعينه يكتب به، فعشان كده ده داعم يعني دول هما قاطرة الدعم يعني. هي كمان ليها كتابات في الصحافة اللي بقرا لها. صحيح.
صحيح. واظن مؤخرا تم تكريم المركز الكاثوليكي. المركز الكاثوليكي كان في يوم العطاء في 2016 يعني متاخر شويه، بس كمان يعني انا مشتركه مع حضرتك في حاجات كتير منها القرايه. يعني ثقلت شخصيتي قوي القرايه، انك تقرا في كل المجالات وانك تحب اللي انت بتقراه كمان وتكون جزء من التجربه الحياتيه للروايه او الكتاب اللي بتقراه، ده بيأثر فينا جدا. الحاجه الاخيره رحلتي بره مصر، انا رحت رحلتين اثروا في شخصيتي جدا، كانت رحله العلاج بره، يعني عملت رحله علاج في المانيا. هناك كان وقتها سنه 99، في الرحله دي يعني كانت بقى لسه يعني في اول حياتي ان انا بقعد على كرسي متحرك، فان كل حاجه ازاي ابدا تاهيل حياتي بشكل جديد على كرسي متحرك، ده اثر فيا انه مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله، وكل الاشياء ممكنه. وطبعا لما بتلاقي كل الجو حواليك وكل الامكانيات والتعامل معاك على اثر انه ده الطبيعي، وعكس ده هو اللي مش طبيعي، فده اثر كتير في تكوني برضه. ونتمنى اشوف الحياه. صحيح، ونتمنى انه ده يبقى يعني سمه المجتمع دينا، وهو فعلا يعني في درجه من درجات الـ يعني الوعي، العطف والوعي موجوده، بس احنا عاوزين يعني دفعه اكتر من هذا. التمكين. يعني تمكين. كلمه التمكين دي هي المقصود دكتور عمرو، التمكين، انك تديله حقه في انه يعيش، انه يعني في الوظائف وفي الاماكن. يعني صحيح. دكتور رباب يعني مشرفانا بقى. احنا عاوزين نعرف الاستاذه رباب، لان هي مثال على المبادره بتاعتها. ده انا عايزه تكلميني انت عايزه ايه من المبادره دي. مبادره اسمها مصر بدون اعاقه. مصر بدون اعاقه. في البدايه انا بشكر طبعا وجودي في البرنامج، وبشكر دكتور عمرو، ويعني بصراحه فرحانه جدا ان انا موجوده كقدوه ومثال يحتذى به، وبعد ما سمعت قصصكم الصراحه. اصل عندك يعني تجربه بصراحه، لازم برضو بعد اذن حضرتك تحكي لنا برضو تجربتها واللي وصلها لهذه الفكره. طبعا. بالنسبه للمبادره، هو انا هدفي في المبادره تقليل الاعاقات المسجله. التقليل هيكون ازاي؟ التقليل هيكون بتوعيه، لان انا عندي المبادره عباره عن محاور كتير، منهم الإعاقة الحركية والداون والتوحد، ودول طبعا بيكون التوعية فيهم بتؤدي للتقليل. يعني مثلا الإعاقة الحركية، وخاصة لما أنا عرفت طبعا أنا إصابة شلل أطفال، وتقريبا شلل الأطفال يكاد يكون انقرض تماما، ما بقاش فيه إعاقات جديدة بسبب شلل الأطفال. صحيح. فبقت الإعاقات الجديدة المسجلة أغلبيتها بسبب حوادث السيارات. فانا قلت ليه ما يكونش فيه توعيه، ويكون فيه الزام على السواقين ان هم يتبعوا حاجات معينه، بحيث ان هم نحاول نقلل، لان انا ليا اصدقاء وليا ناس كتير اعرفهم اعاقتهم بسبب حوادث. يعني منهم الدكتوره رشا مثلا، ونماذج كتير انا اعرفها، لان انا مهتمه قوي بالمجال كحد منه، وكدراسه، وك يعني نفسي اقضي على الاعاقات دي. طبعا في ناس كتير بتسمع مني تقدر الاعاقات ازاي، طب واللي موجود؟ لا، الاعاقات دي ممكن مثلا حد موجود ذوي احتياجات بالفكر وبالوعي وبالثقافه يبقى مش معاق، يتغلب عليه. يعني انا مثلا بعتبر نفسي مش معاقه، لانه انا عندي وعي وعندي ثقافه، واعرف ازاي اتعامل، واعرف ازاي اتغلب على الصعوبات اللي تقابلني، ووصلت نفسي بنفسي لمستوى كويس. طب خلينا نقف عند دي بقى، تقول لنا القصه بتاعتك، يعني كيف وصلت الى هذه الدرجه؟ اولا انا طبعا اعاقتي شلل الاطفال، وطبعا في زمن بعيد كان الفكر والثقافه او في تهميش كبير جدا لذوي الاحتياجات، ولان برضو في قريه ريفيه فما كانش فيه اهتمام قوي بموضوع التعليم. انا بالتحديد يعني، لانه عشان ظروفي وازاي هتروحي المدرسه وازاي هتتقابلي صعوبات وكده، فكان والدي حريص جدا عليا وبيخي عليا وكده،
فقال يعني ايه خلاص انا فاتني بقى موضوع التعليم ده، اخواتي دخلوا المدارس وكده وانا خلاص يعني انا خلاص يعني انت موجوده في البيت تمام كده حلو خالص. وبعدين بعد شويه بقى بقيت اشوف اخواتي بيروحوا المدرسه وبتعلموا، فبقيت ابص عليهم وبتعلم منهم، ويعني انا عندي حب التعلم قوي ان انا ابقى اعرف الحاجات واشارك وكده. فقلت بعد كده بعد شويه قلت ايه وانا فين ما بروحش المدرسه ليه، فبدات اسال بقى انا في ايه الموضوع. كنت وقتها بقى عديت بقيت مثلا 12 سنه كده، فعرفت ان انا ممكن عشان اقدم بقى دراسه انا بما اني فاتني الوقت الطبيعي ان انا ادخل في المدرسه لازم التحق بفصول محو الاميه. طب ماشي مفيش مشكله، ايه فين يا جماعه فصول محو الاميه؟ فبدات سالت لسبب ان انا اخد شهاده اللي تؤهلني ان انا ادخل بقى المرحله التعليميه الطبيعيه. ففعلا اخدت الشهاده وامتحنت ونجحت، وحتى كان في انبهار كده انت اتعلمت امتى؟ يعني انا اول ما دخلت فصول محو الاميه بيختبروني لقوني بعرف اقرا واكتب، فازاي انا اتعلمت الحاجات دي؟ من خلال اخواتي وهم بيتعلموا جنبي وكده. فبس خدت بقى من بعدها بقى بدات ادخل اولى اعدادي وتانية اعدادي لحد ما وصلت للثانويه. فبدا الناس بقى يعني مثلا يثقوا فيكي بقى خلاص، يعني احنا تخطينا بقى العقبات دي. ايوه الحمد لله. وفي ناس كمان كانت بتقول يعني طب حلو قوي كويس كده. لا بقى والدي يقول لهم لا انا معاها لحد ما تقول انا اكتفيت، انا خلاص كده مش عايزه تعليم. بس انا بقى ما كنتش بكتفي الحمد لله ولحد دلوقتي كذلك. الحمد لله. حاجه رائعه النماذج يعني الحقيقه تدونا يعني امل كبير وبوزيتيف انرجي جدا، واتصور ان ممكن تبقى رساله قويه لكل حد يشعر ان مفيش ياس ابدا. انا عندي اعتقاد ان المعلم هو صحيح. اللي بيحط النبتة الأساسية صحيح. في شخصية الإنسان صحيح. سواء كانت النبتة دي بالسواء أو لا سواء. وأنا عايز أقول لحضرتك دكتور عمر بالنسبة يعني أنا عايش عمري بهذا يعني وعايش في مجالات مختلفة، في هذا الوقت أصبح هذه القضية عليها فوكس يعني عليها إضاءة واضحة جدا جدا. وأنا بشكر من خلال البرنامج صدور قانون 10 ل 2018 ولائحة التنفيذية التي بدأ تطبيقها. يعني احنا كنا دائما نشكو من عدم تطبيق القوانين 39 سنة 75 وبعدين 10 2018، فرق كبير جدا بين ده وده. ده بدأ يتطبق فعلا وبدأ يبقى فيه حاجات مبشرة جدا جدا، وده يحسب يعني للوقت الذي نعيشه يعني. صح. الأخ شرفتوني نورتوني، وهترك بقى الزميلي أستاذ رضا هو يختتم الحلقة بالطريقة اللي يحبها. يعني هتسمح لي حضرتك ان انا والكاميرا لسيادتك اظن هي اللي هتتكلم يعني فيها يعني بعد. انا بشكركم جدا طبعا شرفتونا، والختام مع سيادتك. ايها الاخوه المؤمنون نشكركم على حسن مشاهدتكم، ونرجو ان نلقاكم دائما على خير في حلقاتنا القادمه التي نقدم فيها نماذج قيمه للانسانيه. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.